السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائنا الطلبه متابعينا الكرام عدنا معكم بدرس جديد من دروس ماده الرياضيات لطلبه الصف الخامس العلمي تحديدا الفصل الثالث الا وهو الدائره. تعلمنا في الدروس السابقه كيفيه ايجاد معادله الدائره ان كان العامه وان كان القياسيه ولايجاد معادله الدائره نحتاج الى معرفه مركزها ونصف قطرها. وتعلمنا بالدرس السابق كيفية إيجاد معادلة الدائرة إن كان مركزها يقع على محور السينات أو إن كان مركزها يقع على محور الصادات وراحين اليوم نروح أنا وياك برحلة بشكل كامل ما يتعلق بالسؤال ألا وهو سؤال جد معادلة الدائرة التي مركزها يقع على محور السينات وتمر بالنقطة الا وهي 3 و1 ونصف قطرها جذر 2 يعني شوف هنا عزيز الطالب جد معادله الدائره التي مركزها يقع على محور السينات بما انه المركز يقع على محور السينات اذا المركز راح يكون عندي الا وهو اتش صفر زين هسه هنا المركز H و ونصف قطرها اذا جذر 2 اذا الار يساوي جذر 2 وتمر بالنقطة بما أنه تمر بالنقطة إذا يمكن تعويض النقطة x y x y بمعادلة الدائرة فلح نروح نطلع معلوماتنا بشكل كامل فالآر يساوي جذر 2 والمركز H0 والنقطة ألا وهي 3 و 1 زين هنا ما ننسى المعادلة القياسية للدائرة X ناقصا H الكل تربيع زائدا واي ناقصا كي الكل تربيع يساوي ار تربيع، زين؟ هنا بالحالة راح نروح نعوض النقطه اللي هي 3 و1 بما انه الدائره تمر بالنقطه فاعوض عن اكس 3 وعن واي 1، فلتصبح اكس ناقصا اتش الا وهو المسقط السيني للمركز الكل تربيع زائدا واي والواي عندي 1، واحد ناقصا صفر الكل تربيع يساوي ار تربيع فالار عندي جذر 2 تربيع فتصبح المعادله عندي عزيز الطالب هنا يساوي 2 هنا راح اروح ابسط لايجاد لو الاحظ معادله الدائره اصبحت بدلاله المجهول الواحد فشلون افتح عمليات رياضيه لايجاد قيمه اتش فهنا بالحاله راح افتح مربع حدانيه فهنا بمربع الحدانيه مربع الاول يساوي 9 2 في الاول في الثاني اللي هو 6 اتش زائد المربع الثاني اللي هو اتش تربيع هنا قيمته واحد يساوي اثنين هنا عمليات رياضية أبسط المعادلة وأسوي الحدودية الثلاثية فأصبحت اتش تربيع ناقصا ستة اتش هنا تسعة زائدا واحد عشرة ناقصا اثنين يساوي ثمانية أصبحت حدودية ثلاثية هنا بالحالة يمكن حلها بطريقة التجربة فحلها بالتجربه وراح يكون عندي بها احتمالين اللي هو اتش ناقصاً اربعه و اتش ناقص اثنين يساوي شقد يساوي صفر. استخدام الخاصيه الصفريه هنا راح يكون عندي احتمالين فاما اتش ناقصاً اربعه يساوي صفر هذا يؤدي على انه الاتش يساوي اربعه اذا المركز اصبح اتش اربعه وصفر. فبما انه المركز اربعه وصفر ما ننسى نصف القطر. اللي هو جذر اثنين فراح يكون عندي اكتب للمعادله فاصبح عندي اكس ناقصا أربعة الكل تربيع زائد واي تربيع يساوي اثنين هذا بالاحتمال الاول اذهب للاحتمال الثاني على انه اتش ناقصا اثنين يساوي صفر فراح يكون عندي هنا بالحاله اتش يساوي اثنين فراح يكون عندي الاتش يساوي اثنين اذا المركز راح يكون اثنين وصفر فتصبح المعادله عندي ايضا اكس ناقصا 2 الكل تربيع زائدا واي ناقصا صفر الكل تربيع يساوي 2 فلتصبح المعادله بالشكل النهائي الا وهي اكس ناقصا 2 الكل تربيع زائدا واي تربيع يساوي 2 زين هسه وين راح نروح؟ انا وياك بسؤال اخر وسؤالنا الا وهو جد معادله الدائره التي تمر بالنقطتين ويقع مركزها على المستقيم الذي معادلته فهنا أخذنا عدة أسئلة فباحتمال أول يقع مركزها تمر بالنقطتين ويقع مركزها على محور السينات وأخذنا أسئلة بدروس سابقة يقع مركزها على محور الصادات وتمر بالنقطتين اليوم رح نأخذ سؤال وفكرة كلش حلوة بدرسنا لهذا اليوم ألا, وهي ألا وهو جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين ويقع مركزها على المستقيم وأعطاني معادلة هذا المستقيم بما أنه تمر بالنقطتين فالنقطة تحقق معادلة القطع أو تحقق معادلة منحني الدائرة فنروح نجيب معادلة الدائرة عزيز الطالب فمعادلة الدائرة اللي تصبح X تربيع زائدا Y تربيع زائدا AX زائدا BY زائدا C يساوي صفر وبما انه ذكر لي تمر بالنقطتين اذا هنا اللي حق اعوض النقطه الاولى عن اكس 2 عن واي 1 بمعادله الدائره واكون من خلالها معادله رقم واحد وايضا راح اذهب واعوض النقطه الثانيه اللي هي سالب واحد وواحد ايضا بنفس المعادله للدائره فاعوض عن اكس بسالب واحد واعوض عن واي بواحد بجميع حدود المعادلة وأستخرج من خلالها معادلة اثنين وبحل المعادلتين آنيا لتنتج لدينا معادلة أخرى لحنروح نروح نشوف طريقة الحل بالشكل المفصل فهنا بالحالة شوف عزيز الطالب P1 واللي هي اثنين وواحد فالإكس مالتي اثنين والواي واحد فرحت وعوضت اثنين وواحد بمعادله الدائره عن اكس 2 عن واي 1 فلتصبح 2 تربيع 4 1 تربيع 1 زائدا هنا اي في 2 2 اي هنا بي في 1 راح يكون بي زائدا سي يساوي صفر لمساتك بالعمليات الرياضيه ف4 زائد 1 يساوي 5 زائد 2 اي زائد ان بي زائد ان سي يساوي صفر هاي هي معادله الدائره زين هاي معادلة أولى أنتجناها من تعويض النقطة الأولى بمعادلة الدائرة بنفس الأسلوب بنفس الطريقة راح أذهب لتعويض النقطة الثانية بمعادلة الدائرة زين عن X عن X سالب واحد وعن Y موجب واحد لاحظ هنا X هنا Y زين راح يصير عندنا هنا بهالحالة عزيز الطالب لاحظ عوضت نفس النقطة سالب واحد واحد فهنا راح يكون عندي سالب 1 تربيع راح يكون 1، ايضا 1 تربيع راح يكون 1. هنا راح يكون عندي اي في سالب 1 سالب اي. بي في 1 راح يكون موجب بي زائدا سي يساوي صفر. اذا انتج عندي معادلة ثانية بتعويض النقطة الثانية بمعادلة الدائرة لتصبح لدينا 2 ناقصا اي زائدا بي زائدا سي يساوي شقد؟ يساوي صفر. فهنا انتج عندي معادلتين بثلاث مجاهيل لاحظوا وياي شلون شلون اني اختزل هذه المجاهيل اذهب بحل المعادلتين انيا اذهب بحل المعادلتين انيا فراح يصير عندنا بهالشكل هذا اذا بحل المعادلتين واحد واثنين انيا شلون ارتب المعادله الاولى وايضا ارتب المعادله الثانيه واستخدم طريقه الطرح لاحظ اي بطرح المعادلتين وبما انه بطرح المعادلتين اذا انقلبت الاشارات فالموجب يصير سالب والسالب يصير موجب بهذا الشكل بجميع الحدود زين شلون اني احذف اقلل المجاهيل كل مجهولين متساوين بالمقدار مختلفين بالاشاره فيكون ناتجهم صفر فهنا بالحاله راح البي ويا السي اذا هنا لو تلاحظ اجمع الاعداد فراح يكون ثلاثه زائد 3 اي يساوي ايش قد راح يساوي لي صفر اذا هنا راح يكون 3 زائد 3 اي يساوي ايش قد يساوي صفر اذا بمعنى 3 اي يساوي سالب 3 اذا بمعنى راح يكون الاي يساوي سالب 1 اذا هنا بالحاله انتجنا مثل ما تعلمنا بشكل كامل اذا قيمه الاي ايش قيمه الاي سالب 1 هسه هنا بما انه طلع عندي قيمه الاي سالب واحد اذهب وين؟ اذهب ما انسى المركز مالتي اللي هو اتش واللي هو سالب اي على اثنين فارزه سالب بي على اثنين. وبما انه المركز يقع على المستقيم اذا المركز يحقق معادله المستقيم. اذا الي حق عوض المركز بمعادله المستقيم وما ننسى المركز اللي هو ما ذكرناه سالب اي على اثنين وسالب بي على اثنين، لاحظ؟ هذا يمثل لي على انه الاكس وهذا يمثل لي باعتبار المسقط الصادي، فاذهب لتعويض المركز بمعادله المستقيم فعوضت عن اكس سالب اي على 2، عوضت عن واي سالب بي على 2 عمليات رياضيه انتج عندي سالب اي وهنا اختصار بقى 2، اذا اصبح عندي موجب 2 بي ناقص 5 يساوي صفر. بما انه قيمه الاي عندي سالب واحد اعوض عن الاي سالب واحد سالب بسالب راح يصير موجب اذا راح استطيع استخرج قيمه منه قيمه البي فهنا راح يكون عندي موجب واحد هنا 2 بي ناقص 5 يساوي صفر عمليات رياضيه عزيز الطالب وعوضت عن قيمه الاي سالب واحد راح ينتج عندي قيمه البي موجب 2 اذا هسه عندي قيمه البي عندي قيمه الاي يمكن التعويض بمعادلة رقم واحد وما ننسى معادلة رقم واحد خمسة زائد ان اثنين أي زائد ان بي زائد ان سي يساوي صفر أذهب لتعويض الأي والبي بالمعادلة فالأي عندي سالب واحد لاحظ والبي عندي موجب اثنين يبقى عندي المجهول سي وأوجد قيمة السي والسي عندي شقيد السي لينتج لدينا قيمة السي سالب خمسة هسه عندي أي عندي بي عندي سي استطيع اكتب المعادله العامه للدائره وما ننسى المعادله العامه للدائره واللي هي ما ننسى عزيز الطالب المعادله العامه اكس تربيع زائدا واي تربيع زائدا اي اكس زائدا بي واي زائدا سي يساوي شقد يساوي صفر اذا عوضت عن اي بسالب واحد عوضت عن قيمه البي اللي قيمتها اثنين وعوض عن قيمه السي بسالب خمسة لتنتج لدينا المعادلة العامة لهاي الدائرة لاحظوا وياي فأصبحت المعادلة العامة للدائرة X تربيع زائد Y تربيع ناقصا X زائد 3 Y زائد 2 Y ناقصا 5 يساوي صفر درسنا لهذا أو درسنا القادم إن شاء الله لنجد معادلة الدائرة التي تمر بثلاثة نقاط إذا خلاصة دروسنا بشكل كامل اللي اخذناه درسنا لهذا اليوم ودرسنا السابق ألا وهو تعلمنا كيفية إيجاد معادلة الدائرة إن كان يقع مركزها على محور السينات وإن كان يقع مركزها على محور الصادات وإن كان مركزها يقع على المستقيم وأعطاني معادلة المستقيم. نتمنى على أنه تعلمنا كيفية إيجاد معادلة الدائرة. ان شاء الله نوهنا على سؤالنا بالدرس القادم ما ننسى انه تبقى متابعتكم متواصله لتكمل السلسله دروس الفصل الثالث تحديدا الا وهو الدائره ملتقانا معكم ان شاء الله بدروس قادمه الى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته